يا اهلا بكل حضراتكم، عوده من جديد لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه. ودي الفقره اللي هنتكلم من خلالها ان شاء الله عن توقعاتنا للموسم الجديد، خصوصا في ظل الصفقات مجموعه من الفرق زي النادي الاهلي والبنك الاهلي وسيراميكا كليوباترا وكمان اسوان الوافد الجديد على الدوري. هنشوف انعكاسات هذا الامر على اشتعال النسخه الجديده من الدوري ان شاء الله، دي نقطه هنتكلم فيها. هنتكلم كمان عن كيفيه التاهيل الامثل لكل اللعيبه. طبعا لازم الكلام يبقى موضوعي، لازم يكون مع شخص متخصص، فاحنا منورنا في حلقتنا النهارده كابتن احمد سالم، مدرب اللياقه البدنيه والاحمال السابق لمنتخب الاردن. صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الفل. صباح الفل يا كريم، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. هنجرح لك صوتك اكتر، انا عارف ان صوتك تعبان من المناهده مع اللعيبه في ارضيه الملعب. المناهده البدنيه غير الفنيه. طبعا ان شاء الله نقدم حاجه تعجبكم يعني ان شاء الله. سعيد بيك. اولا عايزين نعرف من حضرتك انطباعك عن شويه المستجدات اللي حصلت، خلينا في النادي الاهلي طبعا، ابتداء من استقدام او جلب مدير فني جديد كولر، وكمان ودي النقطه اللي انا عايز اعرف بقى راي حضرتك فيها، قرار كولر بان يوم التدريبات يصبح يوم تدريب كامل، الى اي درجه هذا الامر مهم وهينعكس بالشكل طيب على اداء اللعيبه الفتره الجايه؟ هو الحقيقه بالنسبه للقرار الاخير ده قرار مبشر جدا بالنسبه لي، وانا يمكن اكتر واحد سعيد بيه لان انا تقني شويه في الحته دي. انت عندك الموسم هيبدا على ما اعتقد كده في شهر 10. لو افترضنا ان هو 7/10 15/10 20/10، يبقى انت النهارده عندك على الاقل شهر. الشهر ده انت بتقدرش تستعيد فورمه الناس اللي كانت مريحه سلبيا الا لما تعمل ريت معين من الدقائق. ايوه دقائق التدريب، الدقائق دي ما بتتحققش او مش هتقدر تحققها وتجيب الناس دي فورمه الا من خلال تطبيق نظام اليوم الكامل. اليوم الكامل ممكن يعمل وحدتين تدريبتين، ممكن يعمل 3 وحدات في اليوم. الكلام ده طبعا بنراعيه في طرق التدريب في درجات الحمل. 3 وحدات في اليوم ويوم تدريب كامل، مش ده ممكن يبقى سبب لاجهاد اللعيبه اكتر من راحتهم؟ ممكن يبقى سبب لاجهاد اللعيبه لو انا مش 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 عارف انا بعمل ايه، لو انا مش بشكل حمل كويس. لان النهارده كل اللي على فكره التخوف ده يمكن اتسالت عليه مرتين امبارح في التلفزيون واول امبارح وكل يوم، ليه بنطبق اليوم الكامل في اول الموسم التدريبي؟ ايوه احنا اليوم الكامل بالنسبه لنا يا استاذ كريم كناس متخصصين في الحته دي بنعمله بشده قليله، يعني بنكبر الحجم التمرين ونخلي الشده قليله، بنلعب في حاجه اسمها مكونات الحمل التدريبي. اللعيب لما يجي الريت يعلى عنده احنا بنقل بيه، انما بنزود الحجم. يعني انا ممكن النهارده انا وانت نجري من هنا لغايه ميدان لبنان. لما بنجري مستحيل يا فندم نجري بعيد، مستحيل حضرتك ممكن تجري من هنا لغايه ميدان لبنان. لا انا وانت هنجري واحنا تعبانين. ليه؟ لان هنجري وكل ما نتعب هنرتاح. وهنكمل. أيوة. جاري وكل ما نتعب هنرتاح. تمام. انما لو قلت لك تعالى، انا ببسطها ليه؟ عشان المشاهدين قال تقريب الفكره يعني. لان كل لو انا انما لو قلت لك تعالى نعمل سبرنت لغايه ميدان لبنان مش هنعمل سبرنت لغايه البوابه. انما لو قلت لك تعالى نجري وكل ما نجري نمشي شويه. هو ده النظام عندنا في التدريب اسمه نظام الفرتلك، شغل ثم راحه، شغل ثم راحه. هو ده اللي بيجيب الفورمه وفي نفس الوقت بيخليك اقل عرضه للظهور بالتعب وبالتالي ما بتتصابش. طب المقصود بالفورمه بس الجاهزيه البدنيه ولا بتشمل نقاط ثانيه؟ ما هو احنا النهارده هنرجع تاني ونقول الحته بتاعت ان الكره علم. الكره دلوقتي كلها في اوروبا يا استاذ كريم وفي الدول اللي عرفت كره كويسه يعني بقت مركبات. يعني البدني بيبقى مركب فني. والعكس. الفني بيبقى مركب خططي والعكس. النهارده انا بجريك ليه؟ اللونج سبرنت او السرعه الطويله. عشان تعمل بعدها كروس اوفر. ليه بديك قوه انفجاريه؟ عشان تضرب الارض برجليك وتطلع باقصى انتاج للطاقه وتحط الكره بدماغك في الجول. وبالتالي الحاجات البدنيه اللي انا بعملها دي المدير الفني في الجرعه البدنيه، ما هو التدريب مش كله بدني. تدريب بدني وفني وخططي. فالجرعه البدنيه المدير الفني بيستخدمها وبيطوعها انها تكون بمخرج فني. بس بيبقى مركب. يعني ما عملكش النهارده سرعه وانت تخلي اللعيب يتمرن تدريب قوي في الكوره. بتحط انت المسيرات العصبيه اللي انا استخدمتها في السرعه على نفس تدريبات السرعه. والعنصر تحملاته. فالنهارده هو الكوره مركبات. انت عشان تستفيد من القصه دي او المدير الفني عشان يستفيد من القصه دي والفريق لازم بيركب الشغل الفني على الشغل البدني. فبتيجي انت الفورمه اللي انت حضرتك بتتكلم عليها اللي هي الفورمه الفنيه الخططيه البدنيه. تمام. مش طيب. مجرد ان انا جهزتني بدني بس. مسمى الاحمال مقصود بايه وتدريباته بتبقى عامله ازاي وانعكاساته على اللاعب بتكون واصله لفين؟ ما هو الحمل يعني جهد. ف
فانا بقول لك بحمل عليك يعني بخليك تبذل جهد معين. الجهد ده بيبقى مقنن من خلاله ان انا باخر ظهور التعب عندك، بخليك اكثر قدره على ان انت تلحق الماتش او تلحق المسابقه، وفي نفس الوقت تبقى التعب عندك اتاخر. هو ده الحمل، مثير بعرضك للمثير، والمثير من خلاله انت بشكل لك جرعه معينه من التدريب بيتحملها جسمك او نوعيه عضلاتك. على ذكر العضلات برضو ورجوعا للنقطه اللي حضرتك تفضلت بيها من شويه، فكره ان دلوقتي الكوره بقت علم في العالم كله، من ضمن مظاهر العلم ده في العالم كله ان في دلوقتي مساله قياسات بدنيه، والنادي الاهلي كمان اصبح من السباقين فيها، وان كانت هي من حيث المبدا يعني وردت لينا متاخر في مصر بشكل عام، لكن برضو كالعاده النادي الاهلي كان سباق، وسمعنا ان هيبقى في تيشيرتات معينه مصنوعه بطريقه علميه ما ينتج عنها سهوله القياسات البدنيه، قوه العضله، قوه التحمل، النبض، الضغط، النوع ده من الامور. ايه التفاصيل دي؟ هي الحاجات دي زي ما حضرتك قلت هي موجوده فعلا وموجوده في اوروبا من فتره كبيره. هي القميص اللي انا بلبسه لك سواء الجي بي اس او قميص اللي هو الاياس، قميص الاياس ما بلبسوش طول الموسم، هو بيقيس يا استاذ كريم زي ما انت تقول لي مثلا انا عايز اعرف انا لو لعبت تنس لمده شهر اقدر اكمل ميديكال ولا لا؟ اقول لك طب تعالى نقيس، نقف على الارضيه صلبه ونشوف قدراتك ان انت تقدر تدي النشاط ده لمده شهر، هتقدر تديه من غير ما تتعب ومن غير ما يحصل لك مضاعفات طبيه ولا لا؟ باجي اقيس لك القياس ده، بشوف نبضك في الشغل ونبضك في الراحه، بشوف كره الدم الحمراء والبيضاء، بشوف حجم العضله، حجم الكتله العضليه، بشوف الاستابيليتي بين العضلات. في واحد عنده عضله الرباعيه دي بتلاقيها كده والتاني كده، صحيح. فالنهارده الاستابيليتي ده بيخلق الخلل ده بيخلق نوع من انواع الاصابه بتيجي لك لو انت ما انتش نفس الايه نفس حجم الكتله العضليه. في واحد عنده اصابات مزمنه مثلا في الانكل، فبالتالي اربطه الانكل بتبقى ضعيفه، الانكل التاني بيبقى كويس. فالكلام ده كله القياس بيجيبه، زائد الفيو توماكس السعره الاكسجينيه دي احنا بنقيسها له، بنشوف الراجل ده يقدر يتحمل تحمل دوره تنفسه قد ايه، وخصوصا لوجبات المركز. يعني في وجبات مركز في الملعب بتعوز فيو توماكس عالي، وفي ناس بتعوز سرعه عاليه جدا، وفي ناس بتعوز الانديورنس بتاعهم التحمل بتاعهم يكون عالي جدا. فالكلام ده كله احنا بنقيسه من خلال اختبارات ومقاييس. اللي حضرتك بتتكلم فيه ده اللي هو التكنولوجي شويه، انما احنا بنعمل الكلام ده وبعد كده بنلجا التكنولوجيا في تحقيق الارقام. لو انا وقفت على المعدلات بتاعتك في اول الموسم وعرفت النقص بتاعتك وعرفت الخلل، هقدر خلال فتره الاعداد دي كلها ان انا اعالجه عشان تدخل المسابقه تبقى انفورم. الحاجه الثانيه ما تبقاش انفورم بس، تبقى الخلل الوظيفي اللي عندك متعالج، مش كل اسبوع او كل ما يبدا اسبوع منافسات نفس الاصابه اللي بتجي لك الموسم اللي فات تجي لك. وده كان بيحصل كتير في الفتره الاخيره الحقيقه، يعني وده كان بيحصل لان كان ال شويه المنظومه بتاعت النادي الاهلي في الكوره حته التحليل الوظيفي او التحليل البدني، هو كان في تحليل فني طبعا، كان في رؤيه فنيه واضحه ليا وليك وللاداره وللمدير الفني ولكله، انما الخلل كان في واجبات المركز يا استاذ كريم. يعني تبص تلاقي النهارده احمد عبد القادر مثلا لعيب حريف جدا طبعا ومبشر جدا طبعا، انما ما اديكش 90 دقيقه ومحدش قادر يقف على الحته دي. فالخلل هنا بتاع احمد نفسه، انا ما يستلوش جزء معين او قياس معين فيه القياس عضلي او قياس الفيتو ماكس او التحولات بتاعته وربطتها بنظام غذائي وربطتها بقياس قبلي وقياس بعدي وتحليل، وطلعت منه ان انا اخلي الراجل اللي مش قادر يلعب 90 دقيقه ده يقدر يديهم. ما هو ده كان سؤالي اللي جاي بقى، احنا يعني هل القياسات دي من شأنها ان هي تعرفنا بس قدرات وامكانيات كل لاعب، ولا كمان في مساحه لتأهيله وتجهيزه لان يقدر يستوعب اكتر من كده ضغوطات واحمال؟ يعني حضرتك جاوبت بشكل ضمني تقريبا ان ممكن يعني ممكن نخليه يشارك 90 دقيقه بعد فتره معينه من التأهيل. هو ده الغرض بالقياس، مش ان انت المفهوم القديم بقى ان انت النهارده بتقيس علشان خاطر تقف على المستوى وتحسنه، لا انا النهارده بقيس علشان اشوف الخلل يا استاذ كريم. ما انت ممكن تكون لعيب جامد، لو عرفت الخلل ده معناه هتحسن الوضع. التحسين بيبقى في الصفات البدنيه نفسها، انت مش سريع بخليك سريع، انت مش قوي بدخلك جيم،
انت ما عندكش تحمل قوه بعمل لك تحمل قوه، انت ما عندكش تحمل دوره تنفسي بجيب لك تحمل دوره تنفسي. انما النهارده انا عندي خلل وظيفي وبتحطني كاحمد عبد القادر احنا واخدينه كنموذج يعني، وبتحطني في نفس الريت بتاع الناس، فبالتالي كله كل الفريق بياخد نفس الجرعات ومش كل الفريق محتاج نفس الجرعات اكيد. فهنا بيحصل الخلل، الخلل اللي انا المفروض عليه ان انا بجيب الراجل اللي هو مخطط عايز تغذيه من نوع معين وبشغله حته التغذيه مع حته التحمل، التغذيه مع السرعه، التغذيه مع القوه، وبالتالي بشوف الراجل ده ليه بيجري كتير بدون منتج فني وليه التاني بيجري قليل بمنتج فني وليه التالت ما بيكملش 40 دقيقه وليه التالت بيكمل وليه التالت نهايات الفنيه عنده وحشه. يعني النهارده عندك لعيب بيعمل كل حاجه في الكوره ويجي قدام الجون بتبقى نهايات ضعيفه. ايوه ليه؟ لانه الفورمه الفنيه اللي انت بقى قلت عليها في الاول أيوه. البدنيه كويسه والفني بدني ما اكتملش، مركبات الكوره عنده ما اكتملتش. الجزئيه دي يا ايس كريم في مصر نفتقدها، ويمكن انا دايما بزعق وصوتي مبحوح فيها، لان انت لازم تحلل بدني وظيفي ما تكتفيش بالتحليل الفني. التحليل الفني بيحطك في الريت الفني، الراجل جاب 21 جون المفروض هو يجيب 20 يبقى هو كده كويس. طيب ما هو المنتج الوظيفي عنده قليل، لان النهارده هيجيب الاول في اول ريت في الاول اسبوع او ثاني اسبوع او ثالث اسبوع هتلاقي الريت بتاعه كويس، وبعد كده هيقل. مش هيقل لانه وحش، هيقل لانه وظيفيا عنده خلل، ولازم انت تحطه في حاجه اسمها بنسميها احنا بقى الواجبات البدنيه الاضافيه اللي بياخدها عشان يحصل زمايله في الريت العالي. تمام جميل. طيب احنا لسه عندنا تفاصيل كتير عايزين ندردش فيها مع حضرتك، بس نستاذنك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل. اتفضل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن احمد سالم اللي فاتحين معاه اكتر من ملف في الحقيقه، ولكن بحكم التخصص بطبيعه الحال فاحنا مركزين شويه زياده على حته اللياقه البدنيه والقياسات البدنيه الى اخره. كنا بنتكلم من شويه كابتن احمد وحضرتك قلت لنا ما معناه ان برضه بتفرق كتير مركز اللاعب فيما يتعلق بمساله التجهيز والتاهيل ليه. طب لما يكون عندك لاعب قادر على اللعب في اكتر من مركز كما هو الحال مثلا في اخر المستجدات واخر الصفقات برونو سافيو اللاعب البرازيلي المنضم اخيرا للنادي الاهلي، ومن المعروف ان اللاعب ده عنده القدره والكفاءه انه يلعب في ثلاث مراكز مختلفه بنفس الفاعليه، فهل ده بيفرق في تجهيزه اللاعب اللي من الصنف ده عن غيره من اللعيبه المتمركزين في مراكز محدده غير قابله للتغيير؟ هو ده سؤال مهم، بس انت دايما وانت بتجيب من امريكا الجنوبيه ما تقلقش، لانهم مدرسه بدنيه، مدارس عنيفة جدا في البدن. يعني اللعيب اللي مش مكتمل بدنيا ما بيلعبش الدوريات دي. الحاجة المهمة اللعيب اللي هو أكتر من مركز ده يا أستاذ كريم، ده أنت بتسميه في الكورة لعيب مفتاح. بيبقى لعيب مهم جدا بيحل لك مشاكل كتير. وهو أوريدي بيبقى عنده قدرات بدنية غير الناس. يعني لو أنت بتوظفه في مكان بيعوز يعمل أطوال اللونج سبرنت كتير بتلاقيه موجود. السرعات القصيره بتلاقي موجود، القوه بتلاقي قوي. فالنهارده اللعيب ده بيبقى حتى وانت بتجيبه بتلاقي سعره عالي، لو انت جايبه وعامله سكاوتنج بتلاقي سعره عالي. فالراجل ده انت بتعول عليه كتير، بس انت في لو هو بيلعب في اكتر من مركز الافضل بالنسبه لك عشان تستفيد منه ان انت بتوظفه في الحته اللي انت جايبه ليها. ليه؟ لان في حاجه في التدريب برضه يا استاذ كريم اسمها فورمة المكان. بمعنى يعني النهاردة أنا بلعب 10 في الملعب. لو حطيتني كتير في 8 أو في 6 بفقد حساسية المكان. فدايما أنت ما تحطنيش بعيد عن الحتة بتاعتي. صحيح. لأن فورمة المكان أنا بفقدها. طيب برضو بالمناسبة، هل في فرق بين تجهيز اللاعب وبين تجهيز أو تأهيل اللاعب وتأهيل حارس المرمى؟ يعني هل في اختلافات في التجهيز؟ هو حارس المرمى دايما احنا بنقول ان العمل بتاع كره القدم بالنسبه للاعب 70% بدني و الطرف السفلي. لما باجي ادرب مثلا في الجيم تكنيكال بقول ان الراجل بياخد الطرف السفلي 70% من الشغل وبياخد الطرف العلوي 30% من الشغل. الطرف السفلي اللي هو الحوض فيما اسفل دي العضلات العامله على النشاط في الكوره. في الطرف العلوي واحنا بنتكلم اهو بالصدفه شايفين لقطات على الهواء لتدريب الحراس، تلاقي مثلا الناس في الملعب بياخدوا شغل كتير من غير كوره فتره الاعداد، حارس المرمى ما بيقدرش يسيب الكوره كتير.
فالتخصصي بتاع حارس المرمى بيحتل 50% فتره الاعداد من الشغل. أوكي. وممكن يبقى 60% ممكن يضغط الجانب التخصصي على الكوره. العكس بالنسبه للاعب، فتره الاعداد البدني عنده بيزيد جدا فبيسيب الكوره كتير. فهو ده الفرق بين حارس المرمى وبلعب الكوره. طب تفصيله الجينات بتفرق في عمليات التاهيل، بمعنى ان في عندك جنسيات معينه او دول معينه، مثلا لو هنضرب على سبيل المثال مثلا في افريقيا مثلا، تلاقي اللعيبه الافارقه لا بسم الله ما شاء الله اطوال واجسام وقوه وسرعه وقدره على الارتداد السريع من الهجوم للدفاع او العكس، يعني تلاقي شويه مواصفات بدنيه كده بصفه خاصه لافتة للأنظار، وبالتالي بينتج عنها قدرة استثنائية على التحمل واللعب تحت يعني أقصى الظروف حتى الجوية منها. هل دي حاجة ممكن تكتسب ولا هي إما تكون موجودة من البداية في التكوين وفي الوراثة أو مش موجودة؟ لا هي ممكن تكتسب، بدليل مثلا أنت لو بصيت لفرقة زي أتلتيكو مدريد مع سيموني، الفرقة دي بمعدلات عالية جدا وأكتر من فرق إفريقية، يعني في لعيب عندهم بيوصل 14.2 كيلو في الماتش. النهارده انت بتتكلم، انت حضرتك تقصد الظروف المحيطه بالتنشئه اللي هي العوامل الاتموسفير. افريقيا عشان حر فبتخلق عندك نوع من انواع النشوفيه في العضله، زائد القدره على تحمل الاجواء بقى اللي هي مش حاره. يعني الحر بتاع مصر بالنسبه للعيب الافريقي ده الصبح بتاعه، ده بعد الفجر، واخد بالك؟ تلاقي مثلا اللعيب الافريقي بيجي بيبقى عنده قدره على التحمل عاليه جدا. وانت لو ما بدربتوش برضه هنرجع تاني ونقول نفس قياس عبد القادر او محمد هاني، لو ما اديتوش اعلى من الناس هيقل ومش هيكمل معاك 90 دقيقه. لا هيكمل معاك 90 دقيقه بس مش بالريت اللي هو مش بالكفاءه المطلوبه، مش بالكفاءه اللي هو انت اتكلمت عنها اللي هي الفوارق بقى. مش هيعمل عندك فارق. لا لما بيروح اوروبا بتبص تلاقيه فارق عن الناس بتوع اوروبا، بس ما يبانش الفرق قوي. عندنا يبان الفرق قوي. بص ديانج في نص الملعب بتلاقيه اكتر لعيب قدره على التحمل، الاندورانس عنده عالي جدا، بتلاقي الفي اوتو ماكس عنده عالي جدا اكتر من لعيبه نص الملعب عندنا. واقل لعيب يتعب لو عرضته لكذا مباراه او كذا ضغط، اقل لعيب يتاخر عنده ظهور التعب. برضو على ذكر التعب، التنشئه اللي انت قلت عليها يا سلام، من يعني يمكن هي قدريا ده قدر لعيبه النادي الاهلي، ان النادي الاهلي كنادي بطولات هو بيشارك بالفعل في كل البطولات المحلية والإقليمية والدولية المتاحة، فبينتج عن ده طبعا إلى جانب استعانة المنتخب اللي قوامه إلى حد كبير بيتشكل من يعني لعيبة من النادي الأهلي والنادي الزمالك بطبيعة الحال، إلى جانب بعض الفرق الأخرى. فكرة إن لعيب النادي الأهلي على طول مضغوط وعلى طول بيشارك في معسكرات أو بيشارك في مباريات، بينتج عنه إجهاد لمسناه في الفترات الأخيرة وشفنا انعكاساته الغير طيبة على الأداء وبالتالي على النتيجة. ففكرك الوضع ده ممكن يتغير ان شاء الله الفتره الجايه بعد موضوع يوم التدريب الكامل والقياسات البدنيه والنوع ده من الامور؟ شوف هو زي ما حضرتك قلت النادي الاهلي مظلوم في الحته دي، وهو مش بس المنتخب الاول، هتبص تلاقي قوام المنتخبات الناشئين والشباب وفرقه 2006 و2003 والاولمبي حتى اللي مع المدرب البرازيلي الجديد ومنتخب، بص شوف هتلاقي لعيبه النادي الاهلي ماليه الحته دي. طيب النهارده ده برضه يا استاذ كريم ما يبقاش معول ان انا اقول ان لعيبتي تعبت. الكلام ده انا عايز احطه، لو حطيته في اطار علمي مظبوط، لو حللته كويس، لو درست المسابقات كويس والتجمعات ناتج بقى عن الخلل اللي هو بتاع اتحاد الكوره في الجداول. طبعا هو ده اللي بيعمل الدروب، مش ان انا اللعيب يلعب كتير او يتمرن كتير. انا النهارده ممكن اقنن الشغل ده كله احطه في اطار معين، وانا لو بقول لك زي ما بقول لك كنت بقول لك في الفصل وبندردش مع بعض ان احنا عايزين اداره تحليل بيانات. لو حللنا بيانات اللعيبه دي وشفنا الجهد المبذول على طول الموسم كام دقيقه، معدلات التدريب كام دقيقه، هقدر احط ده في علاقه مناسبه مع ده، هقدر في الاخر اللعيب اللي هينضغط عندي هعمل له روتيشن، هعمل له تدوير، هديله الراحه جوه الموسم مش حاجه بعد الموسم. لو انا جيت بعد الموسم قلت له تعالى ريح، الكلام ده مش هيسعفه. اللي هيسعفه ان انا اقلل له الحمل بالدقائق المعينه واشوف مسابقات الشغل عنده وتجمعات المنتخب، وهيبقى في تجمع المنتخب لو حتى اتحاد الكوره ملخبط شويه في الجداول ومش معمول الريت اللي قبل التجمعات انا اعمله.
وادرس الكلام ده كويس واحطه قدام المدير الفني، هتبص تلاقيه بيريحه في ماتشات بعينها او خد منه 40 دقيقه في ماتش مثلا مع محله، وهياخد منه 90 دقيقه في ماتش الزمالك. فالنهارده الروتيشن ده ما كانش بيحصل في الاهلي، كان كل لعيب مهم لازم يبقى موجود على الترابيزه، موجود في الملعب، وموجود في المنتخب، موجود في كاس العالم للانديه. فالكلام ده ما حصلش. عشان كده من المهم جدا ان كل لاعب في مركزه يكون ليه اكثر من بديل، وكل لاعب نفسه يبقى له بديل في نفسه. يعني ما ادلوش 90 دقيقه النهارده، وادي له 90 دقيقه كمان 48 ساعه، وادي له 90 دقيقه كمان 48 ساعه، وادي له 90 دقيقه بعد اسبوع في المنتخب، يبقى انت كده بتستهلك الراجل. صحيح. فانا عايز اعمل الكلام ده من خلال الاستهلاك والاستنزاف ده هو اللي احنا مش عايزين نشوفه بقى ان شاء الله الفتره اللي جايه، وباذن الله ما نشوفوش باذن الله ان شاء الله بقى. احنا بنشكرك على وجودك معانا جزيل الشكر، نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله نشوفك على خير في حلقات جايه من البرنامج. ربنا يخليك يا استاذ كريم، وانا سعيد بيك وسعيد بتواجدي في الكيان النادي الاهلي، وان شاء الله بامر الله يبقى الموسم الجاي ما فيش اللي احنا اتكلمنا فيه ده خالص، يا مسهل الحياه ان شاء الله ونرعي بامر الله ان شاء الله. بنشكر حضرتك جزيل الشكر، ويسمحوا لنا مشاهدينا نطلع فاصل سريع ونرجع عشان نبتدي معاكم تاني واخر فقراتنا الحواريه، الفقره اللي هتنورنا فيها الدكتوره ريهام الحياوي استشاري التغذيه العلاجيه. خليكم معانا.